مهرجان الجونة السينمائي فتح باب التقديم للأفلام في المسابقات اللي موجودة في المهرجان في دورتها الخامسة، وباب التقديم هيفضل مفتوح لحد يوم 15 أغسطس، والمسابقات اللي موجودة في المهرجان هتكون زي كل سنة، وهي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة والقصيرة. شركة سينرجي نزلت برومو لمسلسل النمر للنجم محمد إمام على الفيسبوك وعلى الانستجرام، واللي هيتعرض في رمضان اللي جاي، وواضح كده من الإعلان أنه هيكون مليان أكشن كتير جداً في المسلسل. المسلسل بطولة هنا الزاهد ونرمين الفقي وبيومي فؤاد وإخراج شيرين عادل.